تقدم القوات الحكومية وألوية العمالقة المدعومة إماراتيا مستمر. انتصارات تتحقق في مواجهة الحوثيين. الجماعة فقدت مدينة جديدة. القوات الحكومية وألوية العمالقة اقتحمت مديرية حاريب جنوبية محافظة مأرب. عشرات القتلى والجرحى خلفتها المعارك وأسرى من الحوثيين عند مدخل المدينة الاستراتيجية. أهمية حاريب أنها تقع على حدود محافظة شبوة، وبذلك فهي تربط اتجاهات تقدم الجيش وألوية العمالقة. فخلال 10 أيام من القتال ضد جماعة الحوثي، أعلنت الألوية استعادة السيطرة الكاملة على محافظة شبوة جنوبي اليمن، إثر سيطرتها على مديرية عين غربي المحافظة. وبذلك تدور المعارك على جبهتين، شرقية شبوة وجنوبي مأرب. ألوية العمالقة المتقدمة توشك أن تلتحم بحلفائها من القوات الموجودة في مأرب. وبينما تتحدث الحكومة الشرعية عن تقدم قواتها، يقول الحوثيون إنهم أسقطوا طائرة مسيرة للتحالف في أجواء مديرية العين بمحافظة شبوة، وفقا للمتحدث العسكري باسم الجماعة. هي تطورات تشير إلى تغير واضح في بوصلة الحرب اليمنية، فالمعارك التي خاضها الحوثيون للسيطرة على مأرب منذ فبراير من العام الماضي، وتقدمهم في أكثر من جبهة بالمحافظة لم يعد نفسه، بدأوا بخسارة أكثر من محور في الجبهات.